بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل موضوعنا. بلشنا بالأرقام السالبة الساين نمبرز. نيجي على الهكساديسيمال. شفنا التوز كومبليمنت لباينري نمبر، نشوف التوز كومبليمنت لهكساديسيمال نمبر. عشان أوجد التوز كومبليمنت لهكساديسيمال، form the two's complement of a hexadecimal integer. شو بدي أعمل؟ Subtract each digit from F. رح أطرح كل رقم من ال F وبعدين أجمع واحد للجواب اللي طلع معي. مثلا 6A 3D، بدي أوجد two's complement لإلها. رح أطرح كل digit، هاي 6A 3D، بدي أطرح كل digit من إيش؟ من F. ماشي؟ F ناقص D. F اللي هي 15 ناقص D اللي هي 13، شو راح تعطيني؟ 2. F ناقص 3 راح تعطيني 12 اللي هي ايش؟ C. F ناقص A، 15 ناقص 10 5. F ناقص 6 اللي هي 9. يعني طلع معي 9 5 C 2. مرة تانية الخطوة الأولى شو عملت؟ أول إشي شو المطلوب؟ بدي التوز كومبليمنت لهكساديسيمال نمبر. هذا الهكساديسيمال نمبر اللي بدي إله التوز كومبليمنت. أول خطوة طرحت كل ديجيت من F. F ناقص D طلعت 2. F ناقص 3 طلعت C. F ناقص A طلعت 5. و F ناقص 6 طلعت 9. الخطوة الثانية اجمع لها 1. إذا الخطوة التالية إني أجمع لها 1. 2 زائد 1 شو راح تعطيني؟ 3. 2 زائد 1 3. C زائد 0 C، و5 زائد 0 5، و9 زائد 0 9. إذا شو طلع عندي التوز كومبليمنت؟ 9 5 C 3. بعيد. بدنا التوز كومبليمنت ل هذا اللي هو بالهكسا. بدي التوز كومبليمنت لإله. الخطوة الأولى بطرح كل ديجيت من F. إذا حطيت F F F F ناقص هذا الرقم. F ناقص D. F اللي هي 15 ناقص D اللي هي 13 عطاني 2. F 15 ناقص 3 راح تعطيني 12 اللي هي C. F 15 ناقص A اللي هي 10 راح تعطيني 5. F اللي هي 15 ناقص 6 راح تعطيني 9. هاي الخطوة الأولى طرحت. هلأ بجمع للجواب 1. 2 زائد 1 3. الC بتنزل، الخمسة بتنزل، التسعة بتنزل. إذا هذا هو الجواب. التوز كومبليمنت طلع معاي بهذا الشكل. واضحة؟ ماشي؟ ناخذ كمان رقم، مثلا ناخذ هاي اخر واحده فرضا دي اي 1 0. دي اي 1 0 راح اطرحها من اف 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 اف. اف ناقص 0 اف. اف ناقص 1 اي. اف ناقص اي 1. اف ناقص دي 2. 2. إذا طلع الجواب 2 1 E E F F. هسه بجمع له 1 شو راح يطلع الجواب؟ F زائد 1 هاي اللي هي 1 بالبصمة 1 0 و 1 باليد، صح؟ 0 و 1 باليد. واحد زائد اي ألف. واحد زائد صفر واحد، واثنين زائد صفر اثنين. اذا شو راح يطلع الجواب؟ اثنين واحد اف صفر. مره ثانيه عندي هات الهكساديسيمال، بدي اشوف التوز كومبليمنت لإله.
طرحت من F F F F F ناقص صفر F F ناقص واحد E F ناقص E واحد و F ناقص D اثنين. اجمع للجواب واحد F زائد واحد هاي 16 تعدت عن الخمستاش إذا صفر وباليد واحد. واحد زائد E زائد صفر F واحد زائد صفر واحد واثنين زائد صفر اثنين. هاي هيك جبنا التوز كومبليمنت لهكساديسيمال نمبر. أوجدنا التوز كومبليمنت لهكساديسيمال نمبر. واضحة؟ معلش محاضرة اليوم كلها نظرية، دائما هيك البداية. هلا بين ما نبلش المرة الجاي إن شاء الله بالبرمجية. Convert signed binary to decimal. Convert signed binary to decimal. إحنا لما حولنا من الباينري للديسيمال شو عملنا؟ على الوي صح؟ هلأ لو كان هذا الباينري عبارة عن signed binary. لو كان هذا الباينري عبارة عن signed binary شو بدنا نعمل؟ If the highest bit is 1 معناته هذا الرقم سالب then the number is stored in 2's complement so take the 2's complement a second time to get its positive equivalent. إذا بشوف هذا الرقم إذا آخر bit فيه 1 معناته هذا الرقم سالب ومخزن بال 2's complement فبرجع باخذ له 2's complement عشان اخذ القيمة الموجبة منه. بعد ما اوجدت القيمة الموجبة منه بحوله على الويت زي ما بنعرف. Then convert this new number to decimal as if it were unsigned binary integer زي ما اشتغلنا من شوي. اما اذا كان الهايست بيت صفر معناته بتعامل معاه كانه unsigned binary integer زي ما شفنا قبل شوي. مثال معاي هاد signed binary بهذا الشكل هذا الرقم 1111000 بتطلع على آخر بيت هل هو سالب ولا موجب؟ سالب إذا مخزن بالتوز كومبليمنت إذا لازم آخذ له التوز كومبليمنت بدي آخذ القيمة الموجبة منه شو بعمل؟ هو مستخدم لي طريقته إحنا طريقتنا أسهل ثبت لحد أول 1 وبعدين اعكس البقية فهيها 0000 ثبتت لأول 1 صادفني هاي أول 1 وعكست البقية 0000 طيب شو قيمته هاد؟ 2 قوة 0 2 قوة 1 2 قوة 2 2 قوة 3 2 قوة 4 إيش هي الـ 2 قوة 4؟ الـ 16 إذا القيمة الرقمية لهاد العدد بالديسيمال طلعت 16 طيب ما بدي أنسى إنه أصلاً هو كان سالب فإذا ال 16 هاي بحط لها إشارة النيجاتيف، إذا ماينس 16. إذا مرة ثانية أول شيء بتطلع على هذا الباينري، هل هو بوزيتيف أو نيجاتيف؟ إذا بوزيتيف بشتغل زي ما اشتغلنا من شوي اللي هو مباشرة بعمل على الويت. إذا نيجاتيف بالأول بحوله للتوز كومبلمنت وبعد هيك بشتغل على الويت وما بنسى بالنهاية أحط له الإشارة. فطلع هذا الرقم الموجود أمامنا طلع قيمته سالب 16. إذا أول شيء تطلع عليه هل هو موجب أو سالب؟ لو حكينا واحد صفر صفر واحد صفر صفر واحد صفر شو قيمته؟ دكتورة في سؤال تفضل دكتورة هسه هو بالسؤال بيحكي لي إذا هو بيحكي لي إذا الرقم الباينري سايند او مش سايند ولا انا لحالي لا هو بيعطيك بالسؤال انه هذا بتتعامل معاه كسايند نمبر
اوكي بكون امور اوضح يعني. بحكي لك اذا بدي اياه signed number. ماشي تتعامل معاه كsigned number. اه تمام. هذا الرقم سالب ولا موجب؟ منكتب سالب صح؟ اذا بدي اخذ له توز كومبلمنت. يلا خذ له توز كومبلمنت بثبت لحد اول واحد. احكي يا دكتورة. اه تفضل. راح تكون عندي اللي هي 01 11 0 11 0. صحيح. طيب شو قيمتها هاي؟ 18. إذا قلنا كونه سالب إذا بدي آخذ التوز كومبليمنت. إذا 0 1 1 1 0 1 1 0. خليكم معي. هاي هيك هاي هيك مزبوط شغلي؟ ترى بتطلع الديسمال 110 وسالب سالب 110. 2 قوة 1، 2 قوة 2، 2 قوة 3، 2 قوة 4، 2 قوة 5، 2 قوة 6. 2 قوة 6 اللي هي كم؟ 64. 2 قوة 5 اللي هي كم؟ 32. 64 و32 98. 98. هاي 96 دكتورة. 98. احكي لكم جرب على ورقة وقلم اجمعهم. خليني انا بدي اجمعهم. مية وعشرة. الكل طلع معه 110. 110 دكتور. 64 و32 و8 و4 و2 و1 110. الكل طلع معه 110. طيب اذا تساوي 110. شو ضل علي؟ صحيح 110. شو ضل علي اخر اشارة السالب؟ احط اشارة السالب. احط اشارة السالب. اذا سالب 110. اذا اخر خطوة احط اشارة السالب اللي هي سالب 110. صحيح. اذا هاي بالنسبة ل signed binary to decimal. لو أعطاك الرقم أصلاً آخر خاني فيه صفر فمعناته خلاص بحوله مباشرة وما بحط له إشارة الماينس. رح أحوله مباشرة وما رح أحط له إشارة الماينس. Converting signed decimal to binary. دائماً لما بحول من الديسيمال بتبع أسلوب القسمة. إذا عندي signed decimal بدي أحوله لباينري. convert the absolute value of the decimal integer to binary. حولت الرقم للباينري. if the original decimal integer was negative. إذا كان negative form the two's complement of the binary number from the previous step. إذا بالأول بستخدم أسلوب القسمة حولت للباينري. بعد هيك إذا كان الرقم أصلا سالب بأخذ two's complement للجواب اللي طلع معي. رح ناخذ التوز كومبليمنت للجواب اللي طلع معنا. مثلا عندي سالب 43. عندنا سالب 43 بدنا نقسمها. ماينس ثلاثة وأربعين. أوكي؟
اوكي. اول اشي باخذ الابسوليوت فاليو اللي هي 43، اقسم على 2 شو راح تعطيني؟ 22 والباقي 1. 21 الباقي 1. هسه ال 21 اقسمها على 2 راح تعطيني كم؟ 10 والباقي 1. 10 والباقي 1. مين بيحكي معي؟ عبد الله. يلا يا عبد الله. 10 والباقي 1. ال 10 اقسمها على 2 5 والباقي 0. 5 والباقي 0. 0. 5 تقسيم 2 2 والباقي 1. 2 2 والباقي 1. 1 2 تقسيم 2 تقسيم 2 1 والباقي 0. 1 والباقي 0. لسه ما توقفنا. 1 تقسيم 2 0 والباقي 1. اذا 1 تقسيم 2 بس اوصل هون انه الناتج 0 ساعتها بتوقف. 0 والباقي 1. طيب اطلع معي هاي الجواب اللي طلع معي 1 1 من اليمين 0 1 0 1، والرقم اصله سالب اذا لازم اخذ التوز كومبلمنت. طيب الجواب اللي طلع معي كم بت؟ 1 2 3 4 5 6، هدول 6 بتس صح ولا لا؟ دائما اذا طلع 6 حولهم ل 8 لانه سايند نمبر بيهمني اخر خانات اخر خانه عندي. إذا طلعوا 6 حولهم ل 8، إذا طلعوا 10 حولهم ل 16. ماشي؟ كيف يعني أحولهم؟ يعني حط آخر 2 بيتس أو على عدد البيتس اللي ناقصة عندك حطها أصفار. ماشي؟ إذا شو راح أحط؟ 0 0 لا 1 بدنا نجيب هاي على اقصى اليمين، اذا راح اعبي اخر خانتين باصفر. طيب هاي 0 0 1 0 1 0 1 1 هيك اوكي. اذا جبناهم على اقصى اليمين 1 1 0 1 0 1 واخر خانتين حطيتهم اصفر. ليش هيك؟ عشان احافظ على الاشاره، ضروري اني اكمل لبايت لوورد لدبل وورد. ماشي؟ فانا طلعوا 6 كملتهم ل 8 اللي هو بايت. طيب عندي هات هاي القيمة، هسه بدي اخذ لها ايش؟ التوز كومبلمنت، ثبت لأول واحد وبعدين اعكس البقية، معناته شو راح يطلع الجواب؟ واحد ثبتت أول واحد، هسه صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد، إذا هاي واحد واحد صفر واحد صفر صفر واحد صفر واحد. واحد. مرة ثانية، بعد ما خلصت القسمة بدي أكتب الرقم. حاول دائما إنه يكون ممثل ببايت بوورد بدبل وورد. عندي هون 6 خانات بكملهم 6 بيتس، بكملهم ل8 عشان يصير بايت. طيب هلا باخذ التوز كومبلمنت لإله، ثبت أول واحد وبعدين اعكس البقية. ثبت أول واحد وبعدين اعكس البقية. واضحة؟ إذا هيك حولنا من signed decimal to binary. دائما لما بحول من الديسيمال بقسم. أوكي؟ convert signed decimal to hexadecimal. حكينا لما بحول من الديسيمال بقسم. حولت لثنائي قسمت على 2، حولت لسادس عشري بقسم على 16. Convert the absolute value of the decimal integer to hexadecimal. يعني اقسم على 16. بعدين if the decimal integer was negative إذا كان سالب form the two's complement of hexadecimal number from the previous step. كيف بجيب the two's complement؟ حكينا من شوي إنه بطرح من FF وبجمع من FFFF وبجمع 1. بطرح من الأبس وبجمع 1. لو حكينا مثال سالب 5 3، سالب 53 شو بدنا نعمل؟ بدنا قيمته في الهكسا ديسيمال. باخذ الابسوليوت فاليو لإله اللي هي 35، بقسمها على ايش؟ على 16. 35 سوري 53 تقسيم 16
رح يطلع الجواب 3 اللي هي 48 والباقي 5. باخذ الثلاث تقسيم 16 رح يطلع الجواب 0 والباقي 3. إذا طلع الجواب لحد هسا 3 5. الرقم أصله سالب، إذا شو بعمل؟ بطرحه من إيش؟ من أف أف وبجمع له 1. أف ناقص 5 لا من اليمين، أف ناقص 5 A صح؟ اللي هي 10، وأف ناقص 3 C. إذا شو طلع الجواب؟ C A. اجمعي لها 1 شو راح تعطيني؟ C B. إذا الجواب النهائي راح يكون C B. واضحة ولا لا؟ إذا هيك حولنا من الساين ديسيمال للهكسا ديسيمال. آخر واحدة بالتحويلات convert signed hexa to decimal. convert signed hexa to decimal. if the hexadecimal integer is negative، إذا كان الهكسا negative كيف بنعرف إنه negative؟ كان أكبر من 7. آخر digit أكبر من 7 مظبوط يا حسني. إذن إذا كان الرقم نيجاتيف form its two's complement، خد two's complement لإله، إذا لا خليه زي ما هو. طيب إذن إذا الرقم سالب خد two's complement لإله، إذا لا خليه زي ما هو. هسا using the integer from the previous step convert it to decimal. هسا بحوله تحويل العادي اللي هو على الويت 16 قوة 0 16 قوة 1 وهكذا. ماشي. لو كان عندي 8 اف هذا بي الديسيمال، سوري بالهكسا ديسيمال، بدي احوله للديسيمال. اول خطوه بشوف هل هو رقم سالب ولا موجب. الرقم اللي معي رقم سالب، ليش؟ لانه اخر خانه فيه ايش هي؟ الثمانيه. سالب اكبر من 7. اول خطوه راح أوجد التوز كومبليمنت لإله. إيش التوز كومبليمنت لإله؟ F ناقص F 0 و F ناقص 8 7. إذا لحد هون 7 0 بجمع له 1. هيك الطريقة تبعت التوز كومبليمنت، اطرح من F F F F حسب عدد الديجيتس الموجودة عندك وبعدين اجمع 1. شو طلع الجواب معي؟ 71. هسا ال 71 بحولها تحويل عادي للديسيمال، دائما لما بحول للديسيمال معناته باخذ على الويت. كيف راح احلها؟ 1 ضرب 16 قوة 0 زائد 7 ضرب 16 قوة 1. 1 ضرب 16 قوة 0، 16 قوة 0 يعني 1 زائد 7 قوة 16 راح تطلع 112، 112 زائد 1 راح تطلع 113 يساوي 113. ما بنسى إنه الرقم كان سالب، إذا بحط له إشارة الماينس، إذا الجواب سالب 113. واضحة ولا لا؟ مرة تانية، إذا الرقم سالب بأخذ له التوز كومبليمنت بعدين على الويت، إذا موجب خلص مباشرة على الويت. طيب الرينجز بالنسبة للساين نمبرز آخر بيت عشان الخانة، عشان الإشارة سوري، آخر بيت عشان الإشارة، فمعناته إذا أنا عندي بايت معناته عندي 7 بيتس عشان القيمة، وآخر بيت هذا عشان الإشارة. لو أنا عندي بايت فمعناته
أصغر قيمة اللي هي سالب 128، اللي هي سالب 2 قوة 7. ليش 7؟ استثنيت آخر بيت للإشارة. وأكبر قيمة 2 قوة 7 ناقص 1. 2 قوة 7 ناقص 1، يعني بدل 128 127، لأنه بالنص بينهم الصفر. إذن من سالب 128 لموجب 127، يعني من سالب 2 قوة 7 ل 2 قوة 7 ناقص 1. إذا عندي signed word أصغر قيمة اللي هي الورد عندي 16، إذا أصغر قيمة سالب 2 قوة 15، وأكبر قيمة 2 قوة 15 ناقص 1. إذا عندي signed double word أصغر قيمة سالب 2 قوة 31، وأكبر قيمة 2 قوة 31 ناقص 1. إذا عندي signed quad word أصغر قيمة سالب 2 قوة 63، وأكبر قيمة 2 قوة 63 ناقص 1. لو عندي 20 بيت أصغر قيمة إيش؟ ناقص 2 قوة 19. مضبوط. وأكبر قيمة 2 قوة 19 ناقص 1. 2 قوة 19 ناقص 1. ممتاز. الكاركتر ستورج، كيف بتخزن كاركتر بالذاكرة والسترينج؟ نتبع الاسكي كود لإله. السترينج مجموعة من الكاركترز بنتهي بنال كاركتر. عشان أشوف الكاركتر كيف بده يتخزن بالذاكرة، في جدول اسمه اسكي تيبل أو أنسي تيبل. هذا الجدول بفرجيني قيمة هاد الكاركتر بالذاكرة. أنا وياك متفقين إنه الكمبيوتر ما بيفهم إلا أصفار ووحدات، فأي كاركتر لازم يتحول لرقم عشان يتخزن بالذاكرة. ماشي. الأي كابيتال شو قيمتها؟ 10. الأي كابيتال بالذاكرة لما تتخزن بتتخزن كرقم. الأي كابيتال شو قيمته؟ طب الـ A small شو قيمته؟ مين بيعرف؟ 96. 97. الـ A small 97، والـ A capital هذا النظام العشري 65. 65. Okay. الـ A small 97 والـ A capital 65، مين أكبر، الـ small ولا الـ capital؟ small. small أكبر من الـ capital. كم الفرق بين الـ capital والـ small؟ 32. 32. إذا الكل يحفظ إنه الـ A capital قيمتها بالعشر 65، والـ A small قيمتها بالعشر 97. ماشي؟ طب إذا الـ A capital 65 معناته الـ B capital كم؟ 66. الـ C capital 67 وهكذا. الـ A small 97 معناته الـ B small 98 معناته الـ C small 99 وهكذا. الجدول اللي معطيني اياه بهذا السلايد معطيني اياه بالهكسة وليس بالعشري. ماشي. فالاي كابيتال شو قيمتها؟ اول خد العمود على اليمين 41. ال 41 بالهكسة لو حولناها للديسيمال راح تطلع 65. نيجي على الاي سمول، هاي الاي سمول 61، الواحد على اليمين 61، ال 61 بالهكسة راح تكون 97 بالديسيمال. جرب تحولهم راح تجد انه تحويلهم راح يطلع معك بهاي القيمه. اذا الفرق بينهم 32 بالهكسا، الفرق بينهم كم؟ 20. الفرق بين 41 و 61. ماشي. احنا حافظين بالديسيمال انه الفرق بينهم 32. ماشي الحال. هون حكي لي عن السترينج انه مجموعة من الكاركترز followed by null character. يعني لو كان عندي ABC تتخزن ايش؟ 41 هكسة، بعدين 42 هكسة، بعدين 43 هكسة. طيب نيجي لموضوع مهم كثير اللي هو الريجسترز. اذا شفنا كيف بدنا يتعامل مع الارقام تحويلات. هلا احنا بهاي اللغة نقدر نوصل للذاكرة ومنقدر نوصل للريجسترز. الريجسترز
هي ايش؟ اسرع مواقع تخزينيه موجوده عندنا. طب وين موجوده بالكمبيوتر هاي الريجستر؟ جزء من ايش؟ ميموري. لا سي بي يو بروسيسور. الريجسترز موجوده بالسي بي يو. السي بي يو بتكون من ثلاث اجزاء: الارثمتيك اند لوجيكال يونت والكنترول يونت والريجسترز. هاي الريجسترز اسرع مواقع تخزينيه موجوده عندي. في هاي اللغه احنا راح نتعامل مع الريجسترز، ماشي؟ اذا راح نتعامل مع الهاردوير مباشره، راح اوصل للريجسترز واتعامل معها. Registers are high speed storage locations directly inside the CPU designed to be accessed at much higher speed than conventional memory. اذا التعامل معها اسرع بكثير من التعامل مع الذاكره الرئيسيه. The general purpose registers are used for arithmetic and data movement. نشوف شو هم الجنرال بيربوس ريجسترز. في عندي هون EAX أو EBX أو ECX أو EDX، هدول كثير مهمات راح نستخدمهم بشغلنا. الـ EAX، الـ E معناته extended، كانت الـ AX 16 بت، بعدين عملوا لها امتداد صارت 32 بت. الـ EAX 32 بت، أو EBX كمان 32 بت، أو ECX 32 بت، أي شيء بدايته E اعرف إنه 32 بت نتعامل معه. ماشي؟ هدول الـ EAX والـ EBX والـ ECX والـ EDX، إذا أنا عندي متغير بدي أتعامل فيه بـ 32 بت، بستخدم الـ EAX أو الـ EBX أو الـ ECX أو الـ EDX، أنا إلي الحرية. طيب مهم السايز عندي، افرض إنه المتغير اللي عندي السايز لإله 16، لو حاولت أخزنه داخل EAX بيعطيني إيرور. ليش؟ لأنه السايز اختلف، في واحد 16 في واحد 32. معناته بستخدم AX، إذا نص الـ EAX AX أو BX أو CX أو DX. إذا إلي الحرية أستخدم AX أو BX أو CX أو DX عشان أخزن متغير السايز لإله 16 بت. طب افرض أنا بدي 8 بت، في عندي الـ AX إذا قسمته نصين راح يطلع A low 8 بت و A high 8 بت، AL و AH. إذا كنت بستخدم الـ EBX الـ 8 بت منه BL أو BH، إذا كنت بستخدم الـ ECX CL أو CH، الـ EDX DL أو DH. إذا هدول الأربعة كثير مهمين راح نستخدمهم للداتا بشكل كبير، ماشي؟ عندي EAX EBX ECX EDX. في بعض الريجسترز لها استخدامات خاصة، وفي بعض الريجسترز أنت بتقدر تستخدمها زي ما بدك. إذا عشان أتعامل مع الداتا عندي أنا بحاجة للـ EAX أو الـ EBX أو الـ ECX أو الـ EDX. 32 بت باخذ واحد فيهم، بدي 16 بت باخذ الجزء اليمين، طب ليش ما آخذ الجزء اليسار؟ ما في له اسم. ما عندي اسم لهذا الجزء، أنا عندي هذا الجزء اسمه AX. طيب بدي 8 بت باخذ AL أو AH، نص الـ AX أو نص الـ BX أو نص الـ CX أو نص الـ DX. إذا هدول أول أربعة. في عندي EBB اللي هو البيز بوينتر، وفي عندي ESP الستاك بوينتر، وفي عندي الـ ESI السورس إندكس، وفي عندي الـ EDI الديستنيشن إندكس. هدول مش كتير راح نستخدمهم باللغات يعني، أو بالفيرجنز الثانية اللي قبل هاي كنا كثير نستخدمهم، لازم أنا أخلي المؤشر يأشر على المكان اللي بدي إياه وأعرف وين الستاك. هلا لا، كل هاي الأمور جاهزة ما بستخدمهم. في عندي الـ ESI والـ EDI بقدر أستخدمهم الـ Source والـ Destination. أوكي؟ بقدر أستخدمهم، بدي أنسخ داتا من مكان لمكان، بخلي الـ Source يأشر والـ Destination يأشر ممكن، أو بلجأ لهدول بصير. في عندي الـ E-Flags، هدول 32 بت، كل بت مخصص لإشي معين بسميه Flag، ماشي؟ بيسيطر على عملية معينة، مثلا الزيرو فلاج عشان أعرف الجواب طلع صفر ولا لا، الساين فلاج عشان أعرف الجواب طلع موجب ولا سالب، ماشي؟ إذا كل فلاج له وظيفة معينة. الـ EIP الـ Instruction Pointer، المؤشر بأشر على الـ Next Instruction اللي بدها تتنفذ.
16 بت سيجمنت ريجسترز اللي هي السي اس، الاس اس، الدي اس، الاي اس، الاف اس، الجي اس. السي اس اللي هو الكود سيجمنت، الاس اس الستاك سيجمنت، والدي اس الداتا سيجمنت. برضه هدول بالفيرجنز القديمه كانوا كثير مهمات، هلا هن اوريدي معمولات عندنا، يعني ما في داعي ان نستخدمهم. بتلاحظ انه الاي اس اي والاي دي اي والاي بي بي والاي اس بي 32 بت. حكيت لك اي شيء بدايته اي معناته 32. هلا هدول بقدر استخدم منهم 16 بت فقط، اس اي دي اي بي 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 واس بي. ممنوع استخدم 8 بت، فقط 16 بت. هلا شو الوظائف الخاصه؟ مثلا الاي اي اكس عاده بيستخدم كاكيوميوليتر. شو يعني اكيوميوليتر؟ مجمع، بستخدمه عادة بعمليات الضرب والقسمة. يعني مش أنا اللي قررت إنه عملية الضرب بدها تشتغل على الـ EAX، هي هيك مصممة باللغة. عملية القسمة بدها تشتغل على الـ EAX، هي هيك مصممة باللغة. الـ ECX برضو له استخدام خاص. جملة اللوب، جملة الدوران، راح تخزن عدد، أنت راح تخزن عدد مرات الدوران بالـ ECX، لازم بالـ ECX. بعد هيك ببلش الـ ECX يتناقص لحد ما نوصل صفر. ماشي. اذا الاي سي اكس اللي هي اللوب كاونتر، مش انا اللي قررت انها هي اللوب كاونتر، هي هيك باللغه. الاي اس بي ستاك بوينتر زي ما حكيت ما راح نتطرق له. الاي اس اي والاي دي اي الاندكس ريجسترز اللي هم هدول عشان نسخ الداتا من مكان لمكان بالذاكره. الفلاجز أو قبل الفلاجز، الـ EIB الـ Instruction Pointer contains the address of the next instruction to be executed. الـ E-Flags consists of individual binary bits. حكيت لك مكون من مجموعة من البيت، كل بيت له وظيفة معينة أو بعكس الـ Outcome of some CPU operation. زي ما حكيت لك Sign Flag Zero Flag. Okay. في عندي carry flag و overflow flag و sign flag و zero flag و parity. أول أربعة أهم إشي دائماً. zero flag set يعني بتصير قيمته واحد when the result is zero. هل طلع معي الجواب صفر؟ إذا طلع صفر معناته راح تكون قيمته واحد. sign flag set when the result is negative. sign flag راح تكون قيمته واحد إذا كان الجواب سالب. الـ overflow flag signed arithmetic out of range. والـ carry flag is set when the result of an unsigned arithmetic operation is too large to fit into the destination. الـ carry flag بيشتغل على الـ unsigned arithmetic operations. إذا طلع الجواب أكبر من المكان المخصص لإله، الـ carry flag بتصير قيمته واحد. الـ overflow flag بيشتغل على الـ signed numbers. إذا طلع الرقم out of range، يعني برضه مش مناسب للمكان المخصص لإله، برضه راح يعطيني، راح تصير قيمته واحد. دائما عن الفلاج بحكي set يعني قيمته واحد، وكلير يعني قيمته صفر. الفلاج اما قيمته صفر او واحد. الباريتي فلاج هذا اكثر شيء بيستخدموه بالنتورك، ما راح نتطرق له. واضح ولا لا؟ في حد عنده اي استفسار؟ احنا هيك بنكون خلصنا الوحده الأولى اللي هي تحويلات مع الريجسترز. في حد عنده أي استفسار عن هاي الوحدة؟ ماشي الحال؟ متى بتحبوا نعمل كويز فيها؟ شو اليوم الاثنين؟ خلينا نحكي مش الخميس هاد، الخميس اللي بعده، او مثلا بعمله يوم سبت بخبركم. ماشي، بحدد لكم موعد، يعني ادرسوا خلال هذا الاسبوع والاسبوع القادم بحيث انه ناخذ كويز فيه. بحب اعطي كويز بهذا الشابتر عشان تكون خلص تمكنت من التحويلات. يعطيكم العافيه. نعم، بدك تنزلين الشابتر على الموقع؟ أكيد. أصلاً الشابترز كلها نزلتها على الموقع. محاضرة اليوم بنزل لكم إياها إن شاء الله. دكتورة؟ نعم. لو كان عندنا أسئلة يعني بعد هاي المحاضرة خلال الأسبوع إحنا بندرس، عادي نبعث لك على الإيميل ولا كيف؟
عادي. شوفوا أنا عملت ساعة مرنة، خليتها الأربعاء، الأحد والأربعاء 7-8 مساء، يعني خلاص نعرف إنه هاي الساعة عشان اللي عنده أسئلة. ماشي، تقدر تبعث على الإيميل إذا احتاجنا أي شيء، بنقدر نتواصل مع بعض، ما في عندي أي مشكلة. حطيتها 7-8 عشان تكونوا أنتم مخلصين من محاضراتكم، تكونوا فاضيين. وحطيت ساعة مكتب برضو من 12 للوحدة، أحد 2 3 4، برضو اللي عنده أي سؤال بإمكانه يسأل. أوكي، يعطيك العافية دكتورة. هلا، الله يعافيك. أوكي، في حد عنده أي استفسار؟ يلا يعطيكم العافية.